كلما قد صح من قول الرسول. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم مع أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتعتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت صوابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.